السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمله فيه الفرن المندي. فرن المندي عبارة عن حفرة انت بتحفرها في الارض، هيبقى عمق الحفرة 130 سنتي، اما القطر بتاع الحفرة او الدايرة بيكون حوالي 130، العمق 130، اما القطر بنخلوه 120 سنتي. لو انت عايز تعمل غرفة المندي او حفرة المندي عايزها طبقة كبيرة فنوسع شوية. احنا الغرفة بتاعتنا او الفرن المندي اللي احنا بنعملوها العرض بتاعها 70 سنتي، يعني القطر بتاعها 70 سنتي، والعمق لأسفل هيبقى 130 سنتي. 130 سنتي دول هناخده منهم أول حاجة طبقة الخرسانة. طبقة الخرسانة بتكون من 5 ل 6 ل 7 سنتي تقريبا، يعني احنا كده بنشتغلوها بالتقريب. طبعا دي أول فرن أنا نشتغلها، ف هنقول لكم التفاصيل اللي انا عملناه في اول. بعد كده هنعمله نشوف ونشيكوا على القطر بتاعنا. القطر بتاعنا عايزينه صافي 70 سنتي من الداخل، 70 سنتي، وهنرسم الدايرة بتاعتنا. طبعا رسمة الدايرة دي مؤقتا، يعني ملهاش اي قيمة دلوقتي لان احنا لسه هنحط الطوب، هنجيب عاد الطوب الحراري. الطوب الحراري دي يختلف عن الطوب المخرم، يختلف عن اي طوب. ده الطوب ده مخصوص عشان يحتفظ بدرجات الحرارة. الطوبة الواحدة دي تمنها 10 جنيه مصري، يعني احنا اشترينا الطوبة ب10 جنيه، يعتبر هو الطوب ده غالي جدا، فالطوبة الواحدة ب10 جنيه. 10 جنيه ما يعادل كام الدولار؟ يعني بتتكلم في دولار الا ربع، يعني في 75 سنت. فاحنا عملنا فرشة الاولانية عبارة عن قاعدة كده، عملنا القاعدة من الطوب. لازم تعملها من تحت، لازم طبعا. ايه، حطينا طوب مخرم في الزوايا لان الحاجات دي هتدفن. احنا اهم حاجة عندنا التربيعة بتاعتنا اللي هي 70 سنتي وتكون دايما كويس. هنا ناخد المقاس بتاعنا 70 سنتي صافي كويس كده. قست بالمتر، انا ثبتت المتر 70 سنتي، حطيت نقطة عند 35 سنتي. هنا نقطة عند 35 سنتي. العرض نفس النظام، نقطة عند 35 سنتي كده ونوسطنا كده. قست المسافة 35. بعد كده بالخيط هتحط القلم دول الخيط كويس وتبدأ تلف. طبعا الغرفة ضيقة فهتبدأ تلف كده على مهلك كويس. تمام كده احنا لفيني، هنشيكو عليه 70 سنتي. 70 سنتي خلاص، هي كده 100% 70 سنتي، بس حبينا نشيكو. بعد كده نبدأ نبني الطوب. كل غرف المندي، واخد بالك، اللي احنا شفناها ما بيبنيش الجانب كده، بيتبني بالطول. احنا بنيناه بالعرض، بنيناه بالعرض، نبدأ نبنيه بالعرض، لان بالطول بتستهلك طوب كتير، بتاخد طوب كتير. الطوبة ب10 جنيه، فان احنا نعملوها بالعرض فمحتاجة كمية كبيرة، فما فيش اي مشكلة على الاطلاق ان انت تبنيها بالعرض، هتقعد برضو تحتفظ بدرجة الحرارة، ما فيش اي مشكلة. ومعاك ميزان المية، ميزان الخيط، ميزان المية عفوا، وميزان الخيط برضو، هما الاتنين تبدأ توزن بيهم الطوب بتاعك وتبدأ تلف الدايرة بتاعتك. طيب الغرفة بتاعت المندلية كلفتنا كام طوبة؟ لو انت حابب ان انت تعمل غرفة زي كده، الغرفة دي كلفتنا 125 طوبة. 125 طوبة يعني بتكلفة حوالي 1250 جنيه، الطوب فقط لا غير ب1250 جنيه. بالظبط، احنا بنيناها بالعرض زي ما انت كده شايف. هتاخد السواق للطوبة كويس وتحمل وتبدأ تنظف الغرفة من جوه عشان يبقى منظرها كويس حلو. طبعا ممكن لغاية الآن واحد يسأل يقول لي ايه فايدة الغرفة دي يا ابو حمولي بتاعت المندي، او يستفادوا منها؟ يعني الغرفة دي عبارة عن ان انت فرن هترمي جوه منها الخشب او الفحم وتولع فيه، وبعد ما تولع فيه تروح تنزل عاد اللحمة بتاعتك والرز والخروف والاكل بتاعك، الاكل اتنازلة، وبتقفل فوق منها بعملية صاد كده في غطا ليه، وتروح قافل عليه من فوق. بعد ما تقفل وتستنى ساعة، ساعة ونص، المشوار ده تبع الشيفات اللي هم بيطبخوا يعني وفاهمين، على حسب الأكل اللي انت حاطه. ساعة، ساعة ونص، ترفع عادي باشا الغطا من فوق وتكشف، تلاقي اللحمة بتاعتك استوت 100 100. هنا عاد في حتة لازم تعبي الجدران من بره أسمنت عشان تبقى قوية، عشان احنا لسه هنردم عليها. انا خدت كتف طوب مخرم،
خدت 3 اكتاف طوب مخرم من باب الامان يعني والاحوط كده، عشان خاطر ايه الفرن طبق قوي. بعد كده بدانا ندفنه ونردمه كويس. خدنا كام مدمج حاليا؟ طوبة 2 3 4، خدنا 4 طوب، 4 طوبات. ال4 طوبات دول في 25 عاملين متر. بعد كده خدنا انصاص، خدنا انصاص قطعنا الطوب انصاص، وبعد كده خدنا لفة كاملة. يبقى كده النصاص معانا دي كام؟ 12، النص 12 تقريبا. يبقى احنا كده بنتكلم في ارتفاع الغرفة متر، متر واتناشر سنتي او متر وخمستاشر بالمونة يعني، متر وخمستاشر سنتي. هنا عملنا انصاص، عبي مونة كويس عشان خاطر لما تيجي تدفن الفرن ما تتجعش. تمام، يبقى احنا كده عرفنا الفرن بتاعتنا بتتعمل ازاي. العمق لتحت 130، العرض عملناه 170، الارتفاع بتاع الغرفة بتاع الارتفاع بتاع الفرن هيبقى 120، متر وخمستاشر، متر وخمستاشر أو متر وعشرة. المنسوب ده كويس. هنبدأ نقفله زي ما انت كده شايف. اتعبي لها مامونة من الخلف عشان ما تقعش. بس هو كان في ممكن ان احنا نحط سيخ في الوسط، في وسط الفرن سيخ ونمشوا بيه. شفت ناس انا عاملاها كده على اليوتيوب، بس انا السيخ هيضايقني فمشيتها ميزان خيط وميزان مي، هيطلع لك النتيجة اللي انت عايزها مظبوطة. ودي اول فرن مندي احنا نشتغلوها يعني، دي اول فرن مندي. ممكن واحد يسأل سؤال، يا ابو حمودي هل ينفع ان انا نبني الفرن دي من الطوب المخرم؟ هو تقريبا ينفع يعني، تقريبا ينفع، بس مش هتحتفظ بدرجة الحرارة كتير يعني. الجزئية اللي فاتت دي ان احنا محتاجين نقطعوها بالظبط كده عشان خاطر تبقى مظبوطة. بعد كده بدأنا ندفنه. معاك طوبة كده تدق الطوب، تكبس الرملة كده والدفان. بعد كده الحمد لله طلعت الغرفة دي، غرفة المندي على خير. كويس، حلوة حلوة ان شاء الله. ناقصنا نعمل ايه دلوقتي؟ ناقصنا نعمله شوية خرسانة من فوق فوق كده. ايوه، رشينا مية كويس، دي رشينا مية. زي ما انت كده شايف على اليمين في شواية، برضو بنينا شواية، بس ان شاء الله هنمنتج الفيديو وننزله لكم ونقول لكم الشواية انا عملناها ازاي والتفاصيل بتاعتها، وان شاء الله يعني يكون فيها فايدة لينا وليكم. عملنا شوية خرسانة داير ما يدور حوالين فرن المندي كده. ناقص الغطا، عايزين نعمل الغطا ونشوف الغطا ده بيركب ازاي. كويس، تاني يوم عاد الغطا، عملنا الغطا حديد والخرسانة نشفت، الغطا اهو كده تمام بالظبط كده. الغطا عايزين نعمله داير، داير جنب الغطا. ممكن كنا بنيناه يعني، كان ينفع ان احنا نبنوه، ولو انت اتاحت معاك الفرصة ان انت تبني كويس ابنيه، بس احنا حطينا طوب على الغطا عبارة عن عازل او حاجز وصبينا خرسانة. دي الفرن المندي اللي احنا اللي هي تقريبا مشهورة ومعروفة عند ناس كتير، وده الأكل المندي. لو أنت حابب تنفذ الفكرة فأعتقد إن الفكرة وضحتك، عرفت كل حاجة. وفي النهاية خالص شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.